ارجو كل ان يكون كل شبابنا خد باله من فقرتنا اللي فاتت مع الاستاذه نرمين الدمرداش. احنا بنتكلم عن صناعات الحرف اليدويه المصريه، الصناعات اللي انت ممكن حتى شوف انت تختار الحرفه اللي انت ممكن تمتهنها، وان انت يبقى عندك ورشه والورشه دي ممكن بعد كده تبقى مصنع ويبقى حاجه كبيره. خلي حلمنا كده دايما يكون في بكره ان شاء الله، يكون ازاي انت ممكن تتحول لمنتج، ازاي ممكن تحول من حلم صغير لحلم كبير. اللي مش حابب يشتغل في وظيفة، الناس اللي بتبعت تقول لنا أنا مش عايز أشتغل من ساعة كام لكام، أنا مش عايز مرتب ثابت، أنا مش عايز كذا أو كذا، في مشروعات أهو إحنا بنقول عليها دي حاجة كويسة جدا، لأن هي هتتوفق، يعني ده هيبقى بالتعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية، ودي أنا شايفاها أنها حاجة حلوة جدا. ياريت الناس تبعت لنا على صفحتنا، شوفوا على صفحة مصر أحلى، شوفوا إيه إن أنتم ممكن تتعاونوا، وإحنا نوصل طلباتكم لغرفة صناعة الحرف اليدوية، وإزاي ممكن تروحوا تتدربوا بعد ما تجتازوا التدريب ممكن يتم عمل مشروع لكم. إن شاء الله يكون ده فيه خير لكل شبابنا يا رب، ويا رب كلنا نكون كل مصر كلها في كل مكان كلها أسر منتجة، وكلها شباب منتج، وكلها يعني كل في إنتاج. إذا كنا بنتكلم على التنمية مش هتحقق إلا بالإنتاج وإلا بالشغل وإلا بالعمل. إحنا مستمرين أيضا، يعني إحنا قلنا هو في مشروعات ممكن تتعمل كده وتدريب كذا، وأيضا مستمرين في حملتنا توفير فرص العمل. يمكن بنتأخر شوية، برضو عايزة أقول لحضراتكم حاجة قبل ما ناخد مداخلتنا الأولانية، يمكن بنتأخر شوية لحد ما نتأكد من جدية المؤسسات والمتعاونين معانا والجهات المتعاونة معانا في توفير فرص العمل. وأي حد ممكن إحنا بنعرض على حضراتكم اللي بيقابل مشاكل، او اللي هو حاسس ان هو المؤسسه اللي راحها يعني عن طريق برنامج مصر احلى لقى في مشاكل، يا ريت يرجع لنا. احنا قدر الامكان بنحاول ان احنا نتعامل مع الجادين، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر فرص حقيقيه مع المؤسسات الجاده. فلو ان شاء الله يعني حد قابلته اي مشاكل يا ريت يتابع معانا ويقول لنا ايه المشاكل. احنا عندنا حاجه كويسه جدا النهارده، عندنا توفير 3000 فرصة عمل في أسوان، لأن كانت دايما بتجينا رسائل إحنا عايزين وظائف في الصعيد، إحنا وخاصة أسوان على فكرة، إن مفيش وظائف في أسوان. فالنهارده يتم عمل ملتقى توظيفي في 3000 فرصة عمل، وده بيشارك فيه 25 شركة، فأعتقد دي حاجة كويسة جدا إن شاء الله يا رب، يعني يكون في ملتقيات أكبر في كل الصعيد، ويكون في اهتمام أكبر، ويكون في تنمية أكتر، والتنمية في الصعيد هي اللي هتخلق فرص العمل، وهي اللي ايضا هتنتج عنها فرص تنمويه اخرى، وهيكون في نمو حقيقي. اذا كنا بنتكلم عن نمو، اذا كنا عايزين بنستهدف نمو وتنميه في مصر. معانا الاستاذ علي الفقي المنسق العام للملتقى التوظيفي باسوان. الو. الو، مساء الخير يا فندم. اهلا، ازي حضرتك؟ ظهرك يا فندم، وبارك حضرتك، ومساء الخير على حضرتك اولا، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك، اهلا بيك. قول لي، هيبقى في ملتقى توظيفي في اسوان، وده هيوفر 3000 فرصه عمل، ده هيبقى يوم 7 مايو. لا، هو ان شاء الله باذن الله هيبقى يوم الاثنين الموافق 8 مايو. 8 مايو بمركز مركز شباب بومومبو. كويس قوي، وكويس ان انتوا بداتوا تفكروا ان احنا يكون الملتقيات التوظيفيه دي في الصعيد، وده مهم جدا خاصه انكم اختياركم لاسوان، فانا بحييكم عليه فعلا. احنا فكره دي ده الملتقى الثاني على فكره، بس عملنا ملتقى بس كان متاخر من فتره من سنتين، فاحنا حاولنا نجدد الدماء ثاني، فان شاء الله عندنا كويس. اول ملتقى هيبقى عندنا برضو فرصه كمان، انا كلمت حضرتك النهارده عندنا ملتقى توظيفي بكره برضو لابناء الصعيد بني سويف. كويس قوي، ده فين؟ عندنا بكره ان شاء الله في مركز شباب بيبا. مركز شباب بيبا، مركز بيبا بجوار اسم الشرطه. الملتقى يبدا من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 3 عصرا. كويس، وده هيوفر كام فرصه؟ وبرضه هيوفر 3000 فرصه عمل برضه. طب حلو قوي، ده في بني سويف. احنا بنحاول نكثف شغلنا شويه في الصعيد، احنا ان شاء الله عندنا بالترتيب بني سويف غدا بكره ان شاء الله، مركز شباب بيبقى. طب يا ريت الناس اللي في بني سويف تكون سامع حضرتك دلوقتي. ان شاء الله. تمام، وان شاء الله باذن الله عندنا ملتقى تاني في اسوان يوم 8 مايو، مركز شباب كومومبو، وده هيتم فيه توفير فرص عمل في مجالات مختلفه. المجالات مختلفة في وجود حوالي أكثر من 25 شركة في مجال القطاع الخاص برضو، نوفر أكثر من 3000 فرصة عمل في مجالات مختلفة. كويس أوي. في حرف مختلفة ابتداء من أول محو الأمية حتى المؤهل العالي. بنحاول نستهدف الشباب والبنات. بنحاول نوفر فرص عمل للناس الموجودة هناك في أسوان على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت نوفر أماكن سكن للمغتربين اللي هم حبوا يخرجوا بره محافظة أسوان. كويس جدا، انا بحيي حضرتك، وفعلا يا رب فعلا تكون الملتقيات دي يعني تجدي ثمارها، وان شاء الله فعلا نحس ان فعلا يعني
الملتقيات دي تجيب ويبقى في عدوى الملتقيات اخرى ايضا في الصعيد، ده اللي احنا محتاجينه فعلا جدا على فكره. يعني حل مشاكل الصعيد والتنميه في الصعيد هيحل مشاكل كتيره في القاهره والاسكندريه اللي احنا تقريبا كلنا عارفينها. معانا الاستاذ عادل شهاب اخصائي الموارد البشريه بمطاعم كوك دور. الو الو، مساء الخير يا فندم. ومساء الخير على حضرتك، وبشكر حضرتك جدا على المجهود البرنامج بيقوم بيه، ومساء الخير على بلد الهرم والنيل والسد، بلد مصر الجميله، والشباب الجد اللي عايز يشتغل ويشارك في الانتاج باذن الله. جميل قوي، مساء النور على حضرتك وعلى كل الشباب اللي عايز يشتغل، دي حاجه كويسه جدا. هو في بس يعني الجزء اللي حضرتك بتتكلمي فيه جزء التنميه والانتاج، كل الشباب اللي بتسمعنا واي اب او اي حد مهتم بملف القضاء البطاله، ان الشاب اللي هو بيبلغ سن 18 هو مسؤول عن انتاج في الدوله للاقل من 18 اللي هم الاطفال لغايه سن 17، ومسؤول كمان عن الانتاج للسن المعاش. فموضوع الانتاج ده فعلا مهم جدا. احنا كنا بنوصل رساله ان لو اي حد بيسمعنا، احنا حلمنا مع حضرتك حلم اسمه حلم القضاء البطاله. يا رب يا رب. وبشكر البرنامج بجد، عامل مجهود كبير جدا. الله يخليك. احنا مشروع كبير سياحي، عندنا 75 فرع في مصر والسعوديه والكويت، واحنا عندنا في 70 فرع بيفتحوا في السعوديه بس. احنا خلينا في مصر يا استاذ عادل. يعني اللي بيتعين في مصر المفروض بعد سنه بيعمل مقابلات على فروع السعوديه، فباذن الله هيبقى فيه برضه يعني ممكن توفر وظائف للناس في السعوديه. الوظائف اللي هي موجوده معانا ان شاء الله في مصر، احنا طالبين فريق عمل تجهيز وجبات بدون خبره. لا، انت ممكن بعد كده تطلب وظائف طالبين افراد امن. استاذ عادل حضرتك سامعني؟ تمام. حضرتك سامعني؟ الو؟ الو؟ حضرتك سامعني كده؟ طيب حضرتك لو مش شغل التلفزيون، يعني خليك بعيد عن التلفزيون، يعني او وطي التلفزيون على الاخر. الو؟ طب اتفضل، احنا معاك، اتفضل. الو؟ طيب واضح ان الخط قطع. طيب المفروض ان هم هيكون في توفير 300 فرصة عمل في القاهرة والاسكندرية والغردقة، وهو يعني وان الوظائف المتاحه في يعني هتكون في وظائف من سن 18 ل 45 سنه. يعني فعلا بحييكم عليه، وان في مزايا ويعني تامين اجتماعي وصحي وعقد عمل ومسكن للمغتربين، فدي حاجه كويسه جدا. يعني انا بحيي حضرتك، ومعلش بقى ان الخط قطع، يعني معلش ان شاء الله يعني نعود الاتصال مره ثانيه ان شاء الله في حلقه ثانيه لو ما لحقناش النهارده. معانا الاستاذ عبد المنعم ابراهيم المدير التنفيذي لشركه سمارت ايجيبت للامن والحراسه. الو، اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ازاي سيادتك يا فندم؟ الحمد لله بفضل ونعمه. اتفضل. بشكر حضرتك وبشكر استاذ محمد ابو رحمن طبعا على الفرصه اللي بتتوح لنا. احنا حضرتك سمارت ايجيبت للامن، ابتدينا مع حضرتك واحنا شركه عاديه، النهارده بقينا شركه مساهمه مصريه. طب كويس قوي. وبفضلكم طبعا وبفضل الله يعني الف مبروك، وعقبال ما تكونوا اكبر شركه امن وحراسه في الوطن العربي كله. حضرتك بتوفروا النهارده 200 فرصه عمل؟ 200 فرصه عمل يا فندم. عشان وقت سيادتك، الشروط اللي احنا عايزينها يكون في موقف واضح من التجنيد، مؤهل متوسط على الاقل، السن بيبدا من 22 سنه الى 45 سنه. كويس جدا. المميزات يا فندم اللي بنقدمها عقد عمل مفتوح، تدريب دوري مع تقديم شهاده معتمده من الشركه للمتدرب، بوليصه تامين ضد الحوادث بقيمه 50,000 جنيه، تغطيه 24 ساعه. تمام. اقامه للمغتربين وانتقالات من الموقع والعكس. طب هي الارقام موجوده كمان على الشاشه، وكل اللي هيتصل بحضرتك او هننزل بيانات كمان على صفحه مصر احلى، ان شاء الله يكون يعني ال 200 كلهم يجوا ان شاء الله لحضرتك من مصر احلى باذن الله عن طريق برنامج مصر احلى. ان شاء الله يعني كده يعني يكون دايما متعاونين معانا، ويكون في معانا دايما كده فرص عمل كل فتره. يعني فعلا يعني وبحييك طبعا على ان السن ارتفع ل 45، ده حاجه كويسه جدا. بشكر حضرتك جدا. ربنا يبارك لحضرتك. بشكرك جدا. واحنا كمان وبنقول كمان يا فندم، المرتبات بتبتدي من 1700 جنيه. كويس جدا، اشكرك جدا. اشكرك استاذ عبد المنعم ابراهيم المدير التنفيذي لشركه سمارت ايجيبت للامن والحراسه، وكل البيانات بتاعه فرص العمل اللي احنا عرضناها النهارده، اذا كان في الملتقى التوظيفي اللي في اسوان او الملتقى اللي هيبقى في بني سويف ان شاء الله، برضو خلي زمايلي في الاعداد ياخدوها وينزلوها لحضراتكم على طول النهارده على الصفحه، والفرص الثانيه. ومفروض عندنا كمان كان المفروض في 30 فرصه عمل موجودين، بس
مش هنلحق ندخلها، هننزلها لحضراتكم برضو، موجود في 30 فرصة عمل في أعتقد في بدر، فإن شاء الله برضو ننزلها لحضراتكم ونحط برضو البيانات كلها اللي عايز يتواصل معاهم. للأسف طبعا وقتنا انتهى، وكان نفسي أخد مداخلات أكتر لحضراتكم، واتمنى يعني احلى حاجه بصراحه عرضنا حاجات كتيره النهارده مهمه، وحاجات عن التنميه، وحاجات ازاي فعلا يعني ان احنا نكون مجتمع منتج، وازاي ان احنا نحقق خطوات حقيقيه وتنفيذيه، وحاجه يعني خطوات فعاله في طريق التنميه، وان احنا نشوف مصر احلى فعلا بالتنميه. لكن احلى حاجه اللي خرجت بيها النهارده هي الست ام احمد او السيده الفاضله يعني ام احمد، ربنا يبارك فيها، هي المفروض دلوقتي تكون وصلت البيت، وان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله يجبرها. في حاجه قالتها لي معلش اقولها لكم قبل ما اختم على طول، لما انا بقول لها يعني انت مش عايزه يعني خلاص مش هنطلعك بوشك وخلاص، عشان قالت لي عشان ما يزعلوش ربنا يسامحهم، وبعدين اخاف قوي لو هم يعني طلعت على الهواء يعني طلعت على الشاشه وشافوني يزعلوا واروح دار مسنين، فلما اموت ما حدش يجي ياخدني يدفني. مش هقول حاجه تاني، لا تعليق. انتظرونا بكرة إن شاء الله في عادتنا الساعة 12 ظهرا، واترككم في رعاية الله وأمن، تصبحوا على ألف خير.